إذن بسم الله نكمل في الوصايا. إذا الآن ندخل في تزاحم الوصايا. إذا مات عن ابن بنت وثلاث بنات وزوجة وأخ شقيق وجدة لأم وموصى له بالثلث وموصى له بالربع. إذن ملاحظ هنا في المسألة ابن بنت وبالتالي لا يرث لأنه من ذوي الأرحام وبالتالي فهو حفيد فهو يستحق التنزيل. ثلاث بنات زوجة أخ شقيق جدة لأم هؤلاء كلهم ورثة. ثم لدينا أيضا موصى له بالثلث وموصى له بالربع. ونحن نعرف بأن الوصية لا تتجاوز الثلث تنفذ في الثلث. فإذا ما تزاحمت الوصايا فكيف نصنع في هذه الحال؟ إذن دائما كما اعتدنا نبدأ بمسألة الوراثة ثلثان التومون أخ شقيق عاصب جدة لأم السدس. إذن أصل المسألة من 24 16 3 4 1 وهذه تولي بنت ابن بنت ينزل منزلة البنت باعتبار ماذا؟ باعتبار التنزيل. ونقسم مسألة الوصية الواجبة. إذا صار عجانا أربع بنات ثلاث بنات البنت وزوجة التمون والأخ شقيق عاصب والجدة لأم السدس. وبالتالي أصل المسألة 24 16 3 1 4. إذا 16 تقبل تقسم على 4 1 و 3. إذا 16 تقسم 4 فيها 4 4 وهذه تبقى لهم يعني تبقى لهم 12 هذه 3 1 4. طيب دائما من 24. إذا 4 من 24 عفوا 24 وليست 42 24. إذا لماذا؟ لأننا عندنا هنا وصية واجبة ووصية اختيارية ودخلنا في تزاحم الوصايا. إذا تلك وصية واجبة وهذه وصية اختيارية. إذا ما الذي نقدمه؟ أو كيف نصنع في حالة ماذا؟ التزاحم. طبعا بعض الفقهاء ممن قالوا بأن الوصية الواجبة لم تنسخ قالوا في هذه الحالة هل نعطي الثلث للوصية الواجبة وتبقى الثلثان للوصية الاختيارية أم نعطي ماذا؟ الثلثان للوصية الواجبة والثلث للوصية الاختيارية أم ماذا نصنع؟ لكن الإشكال هنا كما قلنا بأن القانون هنا خرج الوصية مخرج الواجب بمعنى أنها يجب تنفيذها ما دام توفرت شروطها فإنه يجب تنفيذها. فكأنه ترك الواجب وذهب إلى النافلة كمن يترك الظهر ويصلي الراتبة. يترك الظهر لا يصلي الظهر ويصلي الراتبة فهل يقبل منه؟ لا يمكن أن يقبل منه. وهكذا من كان عليه دين فإنه يسبق بدينه يصلي صلاة الفائتة ثم بعد ذلك إن شاء ماذا يصلي النافلة. فإذا يجوز له أن يصلي النافلة وهو ترك الفريضة فيفترض أننا نقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية لأنه كان من واجبه هو
إذا أراد أن يتطوع فليتطوع لحفدته الذين يجب أن ينفق عليهم ولم ينفق، يجب أن يعطيهم ولم يعطيهم، يجب أن يصلهم ولم يصلهم، فطبعا نصلهم نحن بدلا منه بقوة القانون. هذا هو معنى الوصية الواجبة، هذا معنى التنزيل. وبالتالي بهذا المنطق بهذا المفهوم ينبغي أن تكون المسألة كذلك. طبعا لكن طبعا المشرع لم ينص على هذه المسألة، ولذلك تبقى المسألة ماذا؟ عملية اجتهادية وفقط. إذن في هذه الحالة نلحظ بأن ماذا؟ يعني 24 تقسيم 3 هي 8، يعني بمعنى أن الثلث 24 تقسيم 3 تساوي 8، والوصية الواجبة كم هي؟ هي 4. والثلث 8، إذا باقي يعني 8 ناقص 4 تساوي 4، باقي 4 من الوصية. نحن نقول والله أعلم على كل أن الأربعة هذه الباقية من الثلث نعطيها للوصية الاختيارية، يعني ما دام أن الثلث يسع 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 الوصية الواجبة ويسع الوصية الاختيارية، فنقدم الوصية الواجبة وما بقي منها نعطيه للوصية الاختيارية. وهذا على حسب الظن والله أعلم، لكن ينبغي للمشرع أن ينص هل يكون الثلثان يعني ثلث للوصية الواجبة والباقي للوصية الاختيارية أو العكس، وماذا نصنع يعني خاصة إذا كانت الوصية الواجبة تساوي الثلث أو أكثر من الثلث، لأنها ترد إلى الثلث، وبالتالي لا يبقى شيء من الثلث للوصية الاختيارية، فإننا ماذا نجد أنفسنا ماذا مضطرين إلى ماذا إلى أن ماذا نلغي الوصية الاختيارية ونقدم الوصية الواجبة باعتبارها أنها يعني واجبة وتنفذ بقوة القانون، يعني تنفذ بالقضاء، وهذه ماذا اختيارية. وبالتالي ما الله أعلم على كل، لكن هذه المسألة أخذت الوصية الواجبة النصف وبقي النصف للوصية الاختيار، لكن مع ذلك نحتاج ماذا إلى نص في المسألة. إذن هذا هو الثلث، ثلث المسألة اللي هو 8، الباقي ثلثان 16 اللي هي ماذا التركة، 16 اللي هي التركة نقسمها دائما على ماذا على أصل مسألة الورثة. دائما عندما نخرج الوصية، خرجنا الوصية اللي هي 8 من 24، باقي اللي هي 16 من 24 اللي هي التركة، دائما نقسمها على أصل مسألة ماذا؟ مسألة الورثة. لكن كما قلت هذا ماذا؟ اجتهاد، لأنه يحتاج إلى النص، ولأن الوصية قطعا لا يمكنها أن تزيد عن الثلث مهما كان. وبالتالي ماذا؟ هنا يسهل الأمر في هذه في هذا المثال، يسهل الأمر باعتبار أن ماذا أن نصف الوصية نصف الثلث أعطيناه للوصية الواجبة ونصف الثاني أعطيناه للوصية الاختيارية، ثم ربما إذا بقي شيء فماذا نقسمه هكذا، إذا لم يبقى شيء نعطي الثلثان مثلا للوصية الواجبة والثلث للوصية الاختيارية من الثلث والشيء عادي، يعني عمليا يعني تقنيا لا يطرح إشكالا، ولكن نحتاج إلى نص تشريعي ليحدد الحق أو يفصلنا بين حق الوصية الواجبة وحق الوصية الاختيارية في حالة ماذا تزاحم الوصايا. إذن الآن نأتي ب طبعا بماذا مسألة الوصية، إذن أصلها ماذا 12 12 تقسيم 3 4 و12 تقسيم 4 3، إذن مجموعهم كم؟ يعني 7. المفروض أن المسألة هنا تكون ماذا تكون ردية، يعني مجموع السهام 7. إذن عندنا 4 تقسيم مجموع حماله 7، وعندنا ماذا 16، عندنا 4 تقسيم 7 تاع الوصية، وعندنا 16 تقسيم ماذا تقسيم 24، يعني انكسار في الوصية الاختيارية وانكسار في
المسألة مسألة الورثة. إذا العلاقة بين 16 و 24 يعني 16 تقبل قسم على 8 و 24 تقبل قسم على 8، إذا 24 تقسيم 8 تقسيم 8 تعطينا 3، والعلاقة بين 4 و 7 تباين، إذا عندنا 7 وعندنا 3، في 3 تساوي 21. إذا المسألة تصح من 21، إذا يعني 24 هذه طبعا أربعة وعشرين ضربها في 21، إذا يصير عندنا أصل المسألة مسألة الجامعة 24 في 21 21 في 4 ثم 21 في معلش خليها كنفصلها حتى تكون واضح، 21 في 16 و21 في 7، ذاك 21 في 7 تقسيم 7 و21 في 16 تقسيم 4 وعشرين، ونطلع ماذا النتيجة النهائية. إذا عندنا 21 في 16 تقسيم 24، 16 تقسيم 8 2، وأربعة وعشرين تقسيم 8 3، 3 تقسيم 3 واحد، 21 تقسيم 3 7، إذا عندنا 7 في 2 كم تساوي 14، 14 هنايا 14 ها هي لك 14 إذا 14 في كم 16 بنات 14 في واحد الأم 14 في 2 الأخت الشقيقة وصفر للأخ. دائما أصل المسألة 24 في 21 21 في 4، الآن عندنا 21 في 7 تقسيم 7، 7 ما 7 تبقى 21، إذا 21 عندنا 4 في 21 عندنا 3 في 21 والله أعلم. إذا نعيد هذه المسألة باعتبار، إذا عندنا في المسألة ماذا؟ ابن بنت، ثلاث بنات، زوجة، أخ شقيق، جدة لأم، موصى له بالثلث، موصى له بربع. الآن نحن أمام وضع ماذا؟ تزاحم الوصايا. طبعا هذه الإشكالية لم ينص عليها المشرع الجزائري كيف نتعامل معها، وذلك نحتاج ماذا؟ إلى اجتهاد. إذا هذا ابن البنت راح ينزل منزلة البنت، هو وصية واجبة، وعندنا وصية اختيارية اللي هو موصى له بالثلث وموصى له بربع. إذا كغيرها من أي الوصايا نبدأ بمسألة الورثة اللي هي ثلاث بنات وزوجة وأخ شقيق وجدة لأم، ثم نسني بالوصية الواجبة. وجدنا بأن الوصية الواجبة تساوي 4 من 24، وهي طبعا نصف الثلث، أقل من الثلث تنفذ كما هي، الباقي من الثلث ماذا؟ 4، يعني يعطينا الوصية الواجبة 4، باقي من الثلث 4 نعطيه لي الوصية الاختيارية. إذن الثلث كوصية بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، الباقي اللي هو 16 هي التركة نقسمه على أصل مسألة الورثة. ثم يبقى لنا نأتي بمسألة الوصية الاختيارية أصلها 12 باعتبار 3 4 أصلها 12، 12 تقسيم 3 4 تقسيم 4 3 المجموع 7، المجموع إذن 4 تقسيم 7
إذا عندنا 4 تقسيم 7 ما تقبلش القسمة، وعندنا 16 تقسيم 24 ما تقبلش القسمة أيضا، وبالتالي الانكسار في صنفين. إذا نصحح المسألة، يعني 4 تقسيم 7 تباين، و16 تقسيم يعني 24 توافق. إذا يعني عندنا 3 و7 تباين، 7 في 3 21، يعني بمعنى أن المسألة تصح من 21. 21 في 24، 21 في 24، 21 في 4، 21 في 16، 21 في 4، يعني فصلناها فقط. وبعدين طبعا باش نفصل هذه 21 في 16 تقسيم 24 تعطينا 14، 14 في 3، 14 في 3 14 في 16، 14 في 3 14 في 1، 14 في كم هذه؟ في 4.